ياسر ابراهيم مكسب كبير جدا لخط دفاع النادي الاهلي. ياسر ابراهيم موجود، وجوده جنب رامي ربيعه ثنائي قلب دفاع مميز جدا. ياسر ابراهيم ليه رقم مميز اكتر من رقم مميز. ياسر ابراهيم النهارده في التمريرات القصيره اللعيب الوحيد اللي ما عملش ولا تمريره غلط في التمريرات القصيره. لو استعرضنا الارقام هنلاقي ان ياسر ابراهيم عامل 68 تمريره قصيره صح من 68، ولا تمريره قصيره غلط. يعني بالنسبه اللي انت بتتكلم في المدافع، فايلر عايز من المدافع ان هو يحضر الهجمه، وبالتالي ياسر ابراهيم مقدم لك النهارده 68 تمريره صح من 68، دي نقطه مهمه جدا. اما رامي ربيعه عامل 67 تمريره صح واثنين خطا. عدد التمريرات الطوليه بتاعت ربيعه 8 بنسبه نجاح 50%، ياسر ابراهيم 3 واحده من 3. معدل قطع الكرات ربيعه 17 مره، ياسر ابراهيم 13. النهارده برضو الرقم المميز الثاني لياسر ابراهيم ان هو اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه، 3 التحامات في لعيبه النادي الاهلي. فده برضو فاد لك ان انت محتاج مدافع يكسب لك الالتحامات الهوائيه. ياسر ابراهيم 3 التحامات، رامي ربيعه كسب التحام واحد بس. رامي ربيعه النهارده الرقم المميز عنده ان هو كان بيروح على الجون كتير، يعني شفناه في تسديده، شفناه في ضربه راس، عمل محاولتين على المرمى منهم واحده صح. الارتكاب الاخطاء، ياسر ابراهيم ما ارتكبش ولا خطا، ودي ميزه موجوده في ياسر ابراهيم ان هو بيقطع الكوره بدون ارتكاب اخطاء، كمان بيكسب التحامات هوائيه كتير، تمريراته القصيره كلها صح. وبالتالي مكسب ياسر ابراهيم النهارده وجوده في خط دفاع النادي الاهلي بجنب رامي ربيعه، الاثنين مساكين قدموا مباراه كويسه. ولكن برضو ما نقدرش نقول ان هي يعني، لان المنافس ما كانش بيهاجمنا كتير، يعني هو عمل 5 محاولات بس منهم 2 صح، ولكن الاثنين تحيه برضو ليهم على الاداء. في رقم برضو